عبيدي بيليه واحد من نجوم السد في الثمانينات ودارت الايام، والابن يدافع عن رايه وقميص الزعيم كما كان والده منذ اكثر من 30 سنه. عبيدي بيليه واحد من عظماء لعيبه الكره في القاره السمراء. على بركه الله الزعيم بالابيض ونادي قطر بالاصفر والاسود، نادي قطر الى اليسار، الزعيم نادي السد الى اليمين. السد اللي بيلعب بدون بيدرو الشيب غايب عن التشكيله، عبد الكريم حسن كذلك، كرة طويلة أمامية، فرصة هدف أول، حكم كان مد ده كمان بدرو، أكرم عفيف ضربة ركنية على طول لكن تطلع تاني إلى ضربة ركنية. خافير مارتينيز أدي النجم الأسباني الكبير، كان انضم بحوالي 42 مليون يورو إلى نادي بايرن ميونخ، ومن نادي بايرن ميونخ بينضم النجم الكبير إلى نادي قطر. قبل كده كان في بلباو وأوساسونا، ولكن مع بايرن ميونخ فاز بكل شيء. 33 سنة خافير مارتينيز بيلعب ستوبر، بيلعب ليبرو، يلعب وسط مدافع، ودلوقتي من أجل الدفاع عن شباك فريقه. ضربة ركنية، رجع أكرم عفيف لورا عشان ما يبقاش تسلل، يعمل بالعرض يبحث عن هدف أول، ولكن على طول حارس المرمى جاسم الهيل بتداخل من توريس لاعب خط الوسط، جولارمي لاعب خط الوسط البرازيلي المدافع. أكرم عفيف بعد ما لعب الضربة الركنية نزل لتحت الهيل يعمل هجمة مرتدة بسرعة. برافو برافو برافو، ترانزيشن سريع عظيم من حارس المرمى جاسم الهيل. يوسف البليلي لاعب الوسط والمهاجم والهداف، كل حاجة بيعملها يوسف البليلي، لكن ضاعت منه تروح لبلدياته طبعا. وعميد ادي انطلاقة تانية عميقة، يا ولد لعيب يا لعيب يا لعيب، الى اكرم عفيف برشاقة يرجعها لورا، لكن على طول تدخل من دفاع خط الظهر وتصويبة. تصويبة محمد وعد مش ممكن، اتعملت حلوة 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 من اكرم عفيف، حضرها له الحقيقة لتستفيد اكيد منه في التمركز وفي القرارات. بغداد ابو نجاح، يا سلام يا سلام، بغداد استلام بدوران لكن في دفاع متأخر وتضييق مساحات حوالات. بهاء برافو بهاء يغطي الموقف، دي ميزة اللعب بثلاثة في العمق بعرض الملعب تاني. اكرم عفيف ولكن جاسم الهيل، يا ولد يا جاسم كان حاسب وانقذ. ادي امامية على طول عند بغداد بنجاح، بغداد بقى الكرة فوق الكرة تحت، بغداد يخلط تصرف كويس قوي 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 قوي، لكن النهاية ما كانتش جميلة. خد العزمة كان أدار لقاء الهلال والطائي في الجولة الأولى للدوري السعودي هذا الموسم. أدي الضربة الركنية، جه اللعب على طول بليلي بأن كتير الكرة ما راحتلوش، النجم الجزائري الكبير الهداف. شوف الضغط اللي عليه، علي أسد بيدافع قوي قوي يستفيد أكيد منه في التمركز وفي القرارات. بغداد أبو نجاح، يا سلام يا سلام، بغداد استلام بدوران لكن الرجل الخارجي بشكل حلو، تعمل التاني أوفسايد سوريا ولا إيه، حكم يقول العب فرصة. نعم فالابتسامة صدقة. ضربة حرة لصالح نادي قطر، افكركم ان السنه اللي فاتت كان فاز السد 3-0 وتعادلوا 1-1، لعبوا بعض مرتين. كازورلا كان سجل من ضربه جزاء في 1-1 ضربه الراس على طول، واوكبوتو كان سجل لنادي قطر في 1-1. اكرم عفيف لعب على طول جوه منطقه الجزاء، يا سلام يا بهاء، الولد بهاء النهارده يا جماعه عامل ماتش محترم، الولد بهاء ممدوح الليسي النهارده عامل ماتش والله محترم في الرقابة في التغطية. سوريا هدف أول، هدف أول، هدف أول، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، والله زمان زمان والله، سجل في أولى الجولات ويسجل في ثاني الجولات، إنه التاريخ يا سادة، إنه التاريخ يا سادة، التاريخ يعود ليصدق من جديد على قيمته وهبته. نعم مع الزعيم، مع قطر، قطر يتقدم على الزعيم، يعود سيبسيان سوريا ممثلا للملك من جديد ويسجل هدف روعة، هدف عظمة في عمر 37-38 سنة بكامل التركيز بكامل السرعة، أي انطلاقة وأي اختراق وتشب عظيم عظيم عظيم، يسجل هدف ورقم في غياب كازورلا، لأن هو اللي بيدير المجموعة، يدير المجموعة غير ما يدير نفسه أو قطعة من القطع. تعود من تاني، تصويبة من مسافات إلى ضربة المرمى، هذه يوسف البلايلي مرة إلى بغداد أبو نجاح. أندري آيو على الخط، علي أسد دخل في العمق، ودي علي أسد والعرضية لمين يا علي؟ السابق قطعا هو بطل ذهبية الأسياد، لن ينسى هذا الرجل بأخلاقياته وكفاءته الفنية الكبيرة. تاني على طول أكرم عفيف، أكرم يعدي من ناصر بخش، عميقة، فاول في مكان مؤثر جدا، فاول في مكان مؤثر جدا،
على بعد حوالي 24 ياردة من مرمى نادي قطر. سقوط على الأرض لبغداد أبو نجاح. عايز ياخد السلام بدوران لكن اتقفل عليه الحياة اللعبة اللي فاتت. جمال الدين بالعمري 190 سنتي جمال 31 سنة تباتا 41 سنة تباتا سوريا سجل 37 سنة تباتا تصطدم في الحائط. البليلي قفل عليه بثلاث لاعب ممكن ينزل كلاعب نص ملعب ويلعب 5-4-1 يبقى قدام البليلي بس لوحده لو فضلت النتيجة زي ما هي. ادي الضربة الركنية يا سلام يا سلام يطلع دي مارتينيز كرات العالية خبرته تلعب دور تصويبة تاني تروح سهلة الى حارس المرمى جاسم الهيل يعمل الهجمة المرتدة زي ما هو متفق عليه مع يوسف البليلي سيطر على كورته لكن يضغط الكوري الجنوبي ويونج وينقذ الموقف. البليلي لا يتراجع لا يستسلم حافظ على كورته هذا لعيب خده رايح جاي بشكل جميل جدا ثم الناحية العكسية على طول الى اسحاق مبنزا اسحاق مبنزا يوصل تتابع يا سلام على الهجمة الجميلة هجوم مرتد سريع اندري ايو اندري ايو اندري ايو رايح جاي يقف على كورته كويس تعود من جديد الى علي اسد واحد من المواهب الجميلة ولد فين 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 هرب الطول ضاعت من بغداد كان ممكن يروح لها بدماغه كان ممكن يروح لها بدماغه وانا اعتقد مع فريق النحيل انطلاقه تاني اندري ايو اندري ايو عرفش ما بيلعبش ليه مع اللعيبه اللي بتجيله اشتغل بعرض الملعب يا ولد يا ولد هي دي اللي بيدور عليها هي دي اللي مستنيها ولكن بغداد ابو نجاح صاحب المية صاحب المية وخمستاشر هدف في 105 مباراة ضربة الرأس مارتينيز حائط صد مهم في نص الملعب يا ولد اسحاق يا لعيب يا ولد اسحاق يا لعيب وفرصة كبيرة جدا لسه الفرصة قائمة وادي على طول سوريا ده كلام يا سوريا يا ولدي مش ممكن مش ممكن مش ممكن فرصة بسبعة ارواح فرصة بسبعة ارواح وجاية باشكال سهلة وتكنيك سهل وبوزيشن سهل وفرص سهلة فريق نادي قطر يهدر فرصة الفوز بالهدف الثاني شوف اللعبة دي اللعبة دي اتعملت غريبة جدا اللي جاية اللي بعد كده بقى بص بص غريبة جدا طب اللي جاية بعد دي كمان برضو غريبة جدا يرد السد بايه يرد بالتعادل ولا ايه بالتعادل ولا ايه بالتعادل ولا ايه بالتعادل ولا ايه عملها والله عليه بالتعادل ولا ايه عملها اندري الله عليه اهدر نادي قطر فرصة سبعة ارواح للرعونة يرد على طول اندري ايو بفرصة بالمهارة بالرؤية بقمة الاحساس بالمكان والسنس العالي يسجل ابن الاسطورة عبيدي بليه من 30 سنة 30 سنة ايوه من 30 سنة ابوه من 35 سنة ابوه كان واحد من نجوم نادي السد ابوه بطل ابطال اوروبا ابوه واحد من نجوم كرة القدم واحد افضلهم على مستوى القارة السمراء هناك في غانا عاد وقت على الارض قلت لكم لعيبة كتير من لعيبة قطر هتبتدي تقع وفرق اللياقة البدنية واكرم عفيف والحكم يقول العب عارف انه تعب وتباتا تباتا تباتا هو ده تباتا ابن الواحد واربعين سنة بل توريس توريس هذه المرة لاعب خط الوسط كل الطرق اصبحت تؤدي الى مرمى الملك كل الطرق اصبحت طريقا من اجل هدف تاني كل الطرق من اجل ثلاث نقاط للزعيم تقدم الملك بهدف لسيبستيان سوريا عاد الزعيم لاندري ايو والان توريس لاعب خط الوسط البرازيلي لاعب اولمبياكوس اليوناني لاعب دوبورتيفو لا كورونيا الاسباني حاول ويعد ويمر ويحضر ويصوب هدف قوي جدا الحقيقه التصويبه جاءت قويه الشوط الثاني ولا ايه منه الى تبقى ولا هيدوس يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب انه الجلاد بغداد الجلاد بغداد يضع اول بصمه له مع العام الجديد مع الموسم الجديد ويضرب بيد من حديد نعم نعم عملها الجلاد بغداد بغداد في مباراته رقم 102 يسجل هدفه رقم 116 في مسيرته مع نادي السد ضربة راس صعبة على الحراس حطها بالمقاس الله 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 روعة 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 اتعملت حلوة